مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في. ما بعرف اذا في حلول بالافق القريب، خصوصا انه المستشفيات يمكن لاول مره بتاريخها المستشفيات الخاصه بتسمع صوتها مش داخل الوزاره انما باعتصام، وهذا كانت سابقه خطيره، خصوصا الملصقات يلي رافقت هذا التحرك الاخير حملت حالتنا حرجه والمستشفيات نحو الإقفال بالوقت اللي كنا مش من زمان كتير عم نتغنى بلبنان كمستشفى الشرق، وحتى لهلأ بعدنا عم نعمل دعايات للبنان قد منه متقدم بكل الأمور الطبية، ليس فقط التجميلية إنما كل تطور طبي بالعالم. منشوف بلبنان صار عنا الاختصاصيين وصار عنا طبعا كل شيء متطور وحديث. اليوم هذا الموضوع رح نطرحه مع نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان المهندس سليمان هارون. أهلا وسهلا فيك. طبعا لما المستشفى بدق ناقوس الخطر وبهالطريقة هادي يعني شو بعد باقي؟ لا مزبوط، يعني حتى بهالطريقة هادي وبهالصوت العالي وبالملصقات على الطرقات يعني ما شفنا كتير همة لمعالجة الموضوع، يعني مثل ما بيقولوا صرخة بالوادي طلعت. للأسف الوضع مأزوم جدا، ومثل ما هو على سائر القطاعات بس على المستشفيات بيجي أقوى لأنه على تماس مباشر مع المواطن كل يوم بعدين الحجيب. يتعلق بالحياة بالنتيجة لما بيدخل واحد مستشفى حتى ينال العلاج حتى يستمر بحياته حتى يكون عنده حياة صحته منيحة يعني بالنتيجة. في أزمة يعني منا لوكس نفوت على مستشفى. إيه ما بفوت الواحد بطيبة خاطره على المستشفى. والأزمة يعني كانت بلشت بالمستشفيات الحكومية صحيح لجملة أسباب، وكنا عم نجرب بالقطاع الخاص يعني قدر الإمكان إنه نمشي الأمور، ولكن وصلنا على حائط مسدود يعني مع كم الهائل من المستحقات المتأخرة اللي ما عم تتسدد، خصوصا المستحقات يعني تعود لما قبل 2019. مستحقات تبدأ من 2012 لغاية 2019 لأنه الموازنات المخصصة للاستشفى سنويا ما عم تكون كافية. بيصير كل سنة في عجز معين، هالعجز عم يتراكم بدون ما يكون في أي بحث بإيجاد حل له، يعني تراكمت الأمور على مدى 7 سنوات، وهلأ كمان يعني لاحظنا أنه بالموازنة 2019 ما بيصير مقاربة لموضوع المتأخرات الغير مستحقة. قد إيه تقريباً اليوم المستحقات؟ نحن لغاية آخر حزيران 2019، يعني ابتداء من سنة 2012 لآخر حزيران 2019 صارت حوالي 2000 مليار ليرة، يعني ما يقارب مليار و300 مليون دولار مستحقات المستشفى. ما كانوا تجدولوا بفترة من الفترات نقيب. جدولنا يلي بين 2010 و2011 نعم عملنا فيهم سندات خزينة. نعم مزبوط سندات خزينة بس تستحق سنة 2022، يعني تخيل انه فاتورة صدرت سنة 2000 عمليا رح تسدد بعد 22 سنة. وهيدي كمان يعني نحن هلا انه بحثنا بموضوع سندات الخزينه على اساس انه احسن من عدم بس ما في الوقت الحاضر لغايه الان ما في معالجه لهالموضوع. قد ايه عم تنعكس اليوم على المستشفيات دكتور استاذ نقيب؟ لانه اليوم كمان عند المريض القوه الشرائيه تبعه منا قويه، في كثير اهمال بالصحه، يعني غير ما شو بيقولوا تستوي العملية ما بيدخل مستشفى. مش هم شو عم تنعكس على المستشفيات، الهم شو عم تنعكس على المريض. يعني المريض في عدة اشياء عم نعاني منها نحن ويلي عم بتكون عائق امام تقديم الخدمات الاستشفائية. لانه اولا المريض هلا الوضع العام بالبلد المواطنين يعني قوتهم المادية انخفضت بشكل 100% رهيب يعني مؤخرا، وبالتالي يعني عم نجي منشوف حتى مساهمة المريض بالفاتورة الضمان الاجتماعي أو يلي هي 10% من الفاتورة أو وزارة الصحة 15%، عم تشوفي أوقات عاجزين عن تسديد هذه الفاتورة، الجزء من الفاتورة يعني عم نحكي أوقات عن 200-300 ألف ليرة مش قادرين
يسددوها ويصيروا يفتشوا كيف بأي طريقة بدهم يسددوها. لا مأساة. وبفتكر المواطنين عايشين على المشكلة إنه المواطن بيشوف المستشفى قدامه والمستشفى وكأنه هي السبب، ولكن السبب المستشفى عم بتعاني مثل ما عم بتعاني كل المؤسسات، لأنه في بعض المستشفيات عم بتضطر تقفل الأقسام. يعني لما نقفل الأقسام أقفلت والخطر بالموضوع انه عم بتقفل الاقسام المكلفه ويلي هي نحن اشد الحاجه لها. بعطي مثلا اقسام العلاج الكيميائي، قليل المستشفيات يلي بعد بتقدر تتحمل تقدم العلاج الكيميائي لمرضى السرطان. يعني لحتى اعطيكي مثل صغير جدا لحتى ابرز المشكله شويه، في علاجات سرطانيه بتكلف كل جلسة بحدود 20 مليون ليرة، ويعني كل 20 يوم بدهم جلسة، يعني صحيح. بالشهر كل مريض بيكلف 30 مليون ليرة شهرياً. إذا في أقله 10 مرضى هاو 300 مليون ليرة شهرياً عم بيكلفوا المرضى بالمستشفى على 12 شهر، يعني عم نحكي عن 3 مليار و600 مليون ليرة. وكل الموازنة يعني هذا قد ايه عم بتكون؟ ما هذا حجم المشكلة، يعني عم بعطي هالمثل لحتى ظاهر حجم المشكلة قديش هو. بطبيعة الأمور هالمستشفى عم تيجي بتقول أنا ما في أقدم هالعلاج، خاصة أنه في تقريبا مثل احتكار بالسوق لهالأنواع من الأدوية بين وكيلين أو ثلاثة كبار يلي هني بيوزعوا على كل المستشفيات. وهي المستشفيات كمان وزارة الصحة هي عم بتأمن وزارة الصحة بتأمن للمرضى يلي ما عندهم غير تغطية، بس صحيح. حتى وزارة الصحة عم بتعاني من مشاكل مع موردين هالأدوية هذه. هودي عم بيجوا يفرضوا علينا تسديد الفاتورة بمهلة لا تتجاوز 5 أشهر أو 6 أشهر، بينما نحن في تراكم سنوات أوقات عن تسديد الفواتير. وبالتالي المشكلة واضحة، يعني ما بده كتير الواحد يفسر. وهذا عطينا مرض مستعصي واحد، يعني معطينا أمراضين أو عمليات جراحية تانية، القلب ولا كمان إذا العظم. بدنا العظم، كل عمليات مكلفة، العمليات المكلفة فعلا. يعني هذا بعد ما حكينا بالدواء كدواء، يعني اليوم علي وزير الصحة عم بيقول رح نخفض الدواء، يعني تخفض قسم وهلأ موعودين بتخفيض قسم، بس إذا حتى ولو تخفض الدواء نقيب، لكن نحن بما يختص بالأدوية يلي بالمستشفيات نعم. الأغلبية الكبرى منهم سبق وخفضت على مدى عدة عهود مع الوزراء، يعني ابتداء من كان الوزير علي حسن خليل وزير صحة، بعدين وائل أبو فاعور، بعدين غسان حصباني، كلهم عملوا على تخفيض الأدوية يلي تستعمل أو تستهلك بكمية كبيرة بالمستشفيات. وعدا عن هيك كمان صار في وعي لاستعمال أدوية الجينيريك. هامش التخفيض بالأدوية المستعملة بالمستشفيات بفتكر صار ضئيل جدا، يعني وما رح يقدم هالفرق الكبير بعد. إن شاء الله يقدروا يخفضوا بس صار أخف. وهذا ما حكينا عن أتعاب الأطباء، ما حكينا عن المؤسسات الضامنة، يعني كمان شوف المشكلة بالنتيجة عم يدفع ثمن المريض بالدرجة الأولى. نعم. يعني نحن بننظر له من هالمنظار هذا، أنه نحن كمؤسسات موجودة لحتى تقدم العناية عم نلاقي هالقد مشاكل، ونحن بننبسط اللي بيفوت مريض لعنا بنقدم له العناية. مثل ما عم بتقولي يعني في صيت للبنان، انه يعني بالوقت اللي عم نعمل مستوى الخدمات من وقت اللي بنشوف الواقع مريض جدا بنحس حالنا محبطين اكيد، انه عم بيجوا هلا المرضى وعم نتعذب لحتى نأمن لهم. في مستشفيات عدا عن تسكير اقسام، يعني انعكست مش بس على المرضى، انعكست على العاملين في المستشفيات 100%. انا بلغت من عدد كبير من المستشفيات بعدة مناطق انه في منهم متاخرين 3 أشهر أو 4 أشهر عن تسديد اجور الموظفين. في مستشفيات بلغت موظفينا انه هي رح تصير تقدم نصف الاجر بانتظار انه يصير في تحل حل هالمشكله. اذا يعني ما يعني انا اللي بدي اقوله انه منا منعكسي على صاحب المستشفى، منعكسي على خدمه المريض وتامين له. صاحب المستشفى فرد واحد او مؤسسه جمعيه وحده، ولكن عم ترجع تنعكس على 4 ملايين 5 ملايين مواطن. هذا الشغلة اللي نحن
عم نجرب نضوي عليها بالدرجة الأولى. وهيدا ما حكينا اليوم كمان بالخدمات العامة اللي هي بنى تحتية طبعا المستشفى حتى تستمر، يعني الكهرباء 24/24، المي النظيفة، نفايات المستشفيات اللي اليوم كمان علاجه مش مثل علاج مش مثل غير غير نفايات. يعني عندنا مشاكل بكل شغله من اللي سميتيهم، يعني الكهرباء مثلا كلفه الكهرباء على كل مريض موجود بالمستشفى خياليه، يعني كنت بفتره من فترات اللي رح ندفع المريض بعد شوي ما بين كهرباء الدوله وبين كهرباء من المولدات كلفه المريض بكل يوم 60,000 ليرة لحتى نعمل الكهرباء. طيب إذا المؤسسة الضامنة عم تدفع عنه 90,000، في 60,000 راحت مشان نشغل بالكهرباء مش أكثر. هيدي كمان عبء إضافي. المي، يعني أنا بتخيل كل المستشفيات صار عندها محطات تكرير للمي لأنه ما بقى فينا نعتمد على مية الدولة. أوقات كتير توصل مية الدولة كمان منا نظيفة، يعني بدها تكرير. سو كل مستشفى صار عنده محطة تكرير، كل مستشفى عنده محطة توليد كهرباء، كلها سوا على بعضها ما بتمشي الأمور بهالشكل. هلا بعد الفاصل نقيب رح نحكي شوي إذا في حلول بالأفق وإلا وين رايحين. فاصل ومنتابع. منتابع الحل عنا مع نقيب المستشفيات الخاصة المهندس سليمان هارون. نحن تابعنا التحرك وتابعنا كمان الحلول اللي طرحتوها أو الآلية اللي ممكن أنه تقبلوا فيها حتى تقدروا تستمروا، لأنه كان دايماً عندك شعار أنه ما إلى كلفة، ما إلى ثمن الصحة، إلى كلفة وهذه الكلفة هي اللي حكينا عنها بالقسم الأول. برأيك اليوم مع هذا الوضع يلي عايشينه كلنا، قطاع من هالقطاعات كمان يلي عم تتأثر، ممكن يكون في حلول آلية معينة مريحة مثلا؟ هلأ نحن لأنه الميزانية ما طلعت بعد وأنتم ما لكم عليه قبل 2019 يعني عم نحكي بعدنا بالقبل. شوفي المشكلة بدها يعني نظرة مختلفة من قبل المسؤولين لحتى ده. هلأ بالنسبة للمتأخرات السابقة، الحلول الوحيدة اللي عم بقدر شوفها أنه إصدار سندات خزينة، بشك أنه يكون في عندهم مقدرة دولة أنه تسدد هالمبالغ بالوقت الحاضر. ممكن هذا الحال هلأ بس بالنسبة للمستقبل، أنا بدي نبه بالنسبة للمستقبل ما فينا نضلنا مستمرين بهالشكل هيدا. يعني عارفين أنه كل سنة في عجز بهالموازنات تبع الجهات الرسمية الضامنة، سواء وزارة الصحة أو الطبابة العسكرية أو قوى الأمن الداخلي أو تعاونية الموظفين، في عجز بالموازنات المخصصة لأنهم عم بيجربوا يعني على قدر الإمكان المسؤولين عن هالصناديق يشيلوا من هون يحطوا من هون يسكروا من السنة اللي قبل مع السنة يلي بدها تيجي وإلى آخره، بس خلص استهلكت هالطرق يلي هي العربي الدارج بيسموها تركيبة ربيش، خلصت استهلكت استعملت كل هالطرق هذه، وصلنا هلأ لحيط مسدود. يعني إذا ما نضلنا مستمرين بموازنات فيها عجز، طيب وبعدين وآخرتها ما فينا، يعني بدنا نوصل لمحل أنه ستوب، بدنا نوقف العجز. مشان هيك نحن كنا عم نقول أنه السنة هيدي كان مفروض يزيدوا الموازنات المخصصة للاستشفاء. هلا السنة مشوا بالإصلاحات، بتقلي لي بالتقشف، بتقلي لي ما في مقدرة. طيب بس ما في عصا سحرية، يعني المستشفيات ما في عندها عصا سحريه مشان تحل المشكل. يجب باي طريقه من الطرق انه تامين الموازنات اللازمه للاستشفاء. هلا اذا بيعتبروها اولويه بدهم يشوفوا يحطوها باول ليستا لحتى يامنوا لك الموضوع بوزاره الصحه او هو بوزاره الماليه؟ لا لا لا، ولا بوزاره الصحه ولا بوزاره المال. قرار هذا قرار الحكومه ككل. وزير الماليه شو بيقدر يعمل اذا ما كانوا لاحظوا له بالموازنه الأموال اللازمة مشان يأمن وزير المالية الحكومة ومجلس النواب بيأمنوا له الموازنة هو بيدفع منها، إذا ما أمنوا له ما رح يقدر يدفع منها. عن المنح للعسكريين وللك ممكن الإفراج كمان عن للمستشفيات وللنقص. أنا شخصيا مثل ما عم تابع الأمور مني شايف في حل لها، إن شاء الله بعدين يعملوا شيء
واطلع انه انا غلطان. قديش بس مثل ما عم شوف قديش قادرة المستشفيات اليوم انه بعد تقدر تكمل بهذا النمط اللي مكملته؟ شوف المستشفيات مكتوب عليها انه تكمل، هيدي منا مؤسسات فيها تيجي تعلن الاضراب وانا بطلت استقبل وسكرت والى اخره. نعم. يعني هيدا رح يجي بطبيعه الامور بالاخر، يعني حاله الاهتره رح توصل لها. نعم. بس نحن كمستشفيات محكومين انه نضلنا نستقبل قدر الامكانيات. مكي. ولكن المشكله مثل ما شرحت لك انه هالامكانيات صارت اقل واقل، وما يعني عم نفرغ موضوع معنى الاستشفاء من 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 معناه انه اذا فات مريض اذا فات مريض على المستشفى وما بنقدر نامن له هالمستلزمات اللي لازم، شو بنكون عملنا؟ يعني بتاثر كمان على مش بس الخدمة الطبية والاستشفائية، مع خدمة الاستشفائية بدها مستلزمات معينة، وهذه المستلزمات فيها حد أدنى ما بيقدر الواحد أبدا أنه كلها مستوردة وكلها مستوردة ما في عنا. يعني هلأ عم نشجع الدواء بلبنان، بس قديش اليوم الدواء مش جزء يعني كبير؟ بحب أقول شغلة. نعم. أنه نحن اشتغلنا كثير على تخفيض الكلفة، واشتغلنا مع وزارة الصحة على المستلزمات الطبية، يعني كيف نقدر نتوصل نجيب أحسن مستلزمات أو المستلزمات بدرجة جودة معينة مع أقل تكلفة ممكنة. حتى ما عم تتركوا يعني المريض كتير بالمستشفى، يعني الواحد بتخلص العملية يمكن إذا ما فيش ضرورة عم بيروح على البيت، يعني كمان أخذتوا إجراءات من هالنوع كمان؟ يعني ما في ولا باب إلا ما فتنا فيه لحتى نخفض الكلفة، ما بقت تتخفض الكلفة أكتر من أكتر هيك. من هيك بس شو العمل؟ بعدين دائما الطلب على الدولار، يمكن لانه استيراد دائما بالعمله الاجنبيه، كمان هيدي نقطه مش بالليره اللبنانيه، في اوقات صعوبه. ايه؟ بهالموضوع هيدا. نقيب يعني انا حبيت هيك نضوي اليوم على هذا الموضوع، بس انا كمان من ناحيه تانية بدي اطمن المواطن يلي مش مفروض يهمل صحته، او اذا لازم يدخل مستشفى مفروض يدخل مستشفى كمان، بس اليوم قديش بعد ممكن يتسكر من الأقسام؟ هيدي خطرة كتير، الأقسام لما بتتسكر، يعني في ناس بدها تروح على بيتها، في ناس بدها تصير عاطلة عن العمل، في ناس ما رح تاخد الخدمة بسرعة بدها تنطر دورة. في مستشفيات خفضت انجبرت تسرح موظفين. نعم. يعني لا حتى تخفف وأسرت الضمان وأسرت شوفي نحن وزارة الصحة. أنا اللي فيه أقوله أنه بتمنى المسؤولين ياخدوا ويصدقوا الكلام يلي عم بتقولوا، يعني ما هن ما عم بيدققوا بالما كل الحسابات عندهم شو ما يعني، وهن عارفين قديش في تأخير بالدفع يعني، وبتمنى انه ياخذوه على محمل الجد ويعملوا شيء قبل ما تتفاقم الأزمة اكثر واكثر. ما بعرف قديش يعني، انا متهيألي انه الكل اللي عملناه يعني لحديت هلا ما في التجاوب يلي انتم بتتمنوا، على الاقل ظاهريا ما شفنا هالتحرك لمعالجة الأمور. هو المطلوب مسؤولية بهالناحية هاي، لأن في مسؤولية صحة مواطن بالنتيجة، لا تقع فقط على صاحب المستشفى، المستشفى تقع على الدولة اللي بتأمن الطبابة والاستشفى لكل المواطنين. يعني سمعنا وزير الصحة طلع وحكي أنه مستشفيات عملت وعن تعمل أقصى الجهود، بس بالنتيجة أنه بدهم يتأمنوا الأموال الكافية لهالطبابة، لأنه بهذا القطاع مش ممكن نعمل توأم مع مستشفيات بالخارج مثلا تقدر تغطي شوي من عجز لبنان. لا ما حدا باله فيه، سادر ما كل بلدان العالم بيسادر في شيء بيتعلق بالاستشفاء، ما في شيء. لا بطريقة مباشرة لا. بطريقة غير مباشرة يمكن نقدر نستحصل على قروض ميسرة، لأنه في فترة ارتحنا نحن لك بالمستشفيات إذا ما جددت المعدات. صحيح. يعني بترجع لورا بسرعة كتير. نعم. بظل هالضائقة اللي كنا عم يعني اللي صار لمدة، نحن كنا نقدر نجدد المعدات تبعنا أو نحدث الأقسام بالمستشفيات من جراء قروض ميسرة. نعم. كانت كنا ناخدها بفايدة 5%. هلأ الفوائد على الليرة اللبناني وصلت ل 17-18%. بالدولار قليل يلي بعدهم بيدينوا المستشفيات، ما عم يدينوا المستشفيات. مش بس المستشفيات، بالدولار كمان اليوم صارت يعني أكتر. ما بقى في إمكانية، عدا عن أنه المصاريف الجارية، ما في إمكانية للتطوير بظل هكذا فوائد وبظل شح بالسيولة لدى المستشفيات. يعني كمان هيدي أزمة إضافية ما نعمل أضيفت نحن مثلا هلأ بيريحونا كتير
إذا رجعوا فوائد ميسرة. يعني كنا ناخد الفائدة أقل من 5%، يعني كانت هينة كتير إنه واحد مع عديات جديدة بده يغيرها وإلى آخره كان يقدر يعملها. هلأ لا، ما بقى يقدر بيظل هالفوائد العالية. وعدا عن هيك البنوك صارت عم تتردد كتير لدين المستشفيات، لأنه وخاصة أنه المستشفيات وصلت للبلافون تبعها والقروض يلي أخذتها من البنك. ما بقى البنك مستعد أنه يدين أكثر. ويدينها 100%. يعني إن شاء الله نقيب يكون في مثل ما بيقولوا مسؤولية هيك وطنية على مستوى، يعني أنا ما بنبسط تكون مثل البوم، يعني إنه ما أحكي غير بالأشياء ولا نحن السودة ولا بس هذا واقع الأمور ولا ما فينا نطلع منه. ولكن إن شاء الله كل هالحلول يلي انطرحت تكون اليوم قبل بكرة حتى يستمر هذا القطاع. يعني أنا بدي أشكر حضورك معنا نائب المستشفيات سليمان هارون. طبعا مشاهدينا بعطيكم موعد بكرة دايما عبر الـ MTV الحل عنا. إلى اللقاء.